أفكر بالمستقبل، عداد أفكاره يستقبل، أنا دي أفكاره وأستقبل، لدى يفلح ولدى يقبل. بلايا الجنون وانا الكل فيني مفتون، ومطر عنده كم مزبون. خرخش بخبار خرخش خرخش لكن يا مرهون الدنيا حبوب، لا دا يفلح ولا دا يقبل. الدنيا ديجيتال ديجيتال سبحان شعبان يقول الدنيا ديجيتال. اسمع لي انت مخبرني، انت مالك الله يديك، هذيل اصحاب المكاتب ما يفهموا شيء. خليك معي انا، فكر بتربح. انا احسن لي اتفاوض مع صاحب المكتب احسن عنك انت يا صاحب الارض. يلا مع السلامه. على حوض كيف جرى اتفقتوا؟ ها انا بشتري الارض منك انت. يعني اشتريها ب 16000؟ ب 16000. حسيت انك ختمتها زين. لو سمحت يا اختي ممكن تصلحوا لي تليفوني؟ هذا تليفوني. هذا بقالي، وقبل شوي كان جاي محلكم عشان تصلحوه. يعني بدل تصلحوه في محلكم تجيوا هنا تصلحوه. هذيل 1000 ريال بالتمام والجمال، باقي 375 فقط. حيا ابو حمدان. مبروك. ما وافقت ريا؟ وافقت؟ اي نعم وافقت، بس عاد ما عليك انت، وافقت علي انا والملكه ورا باك يوم الاثنين. اباك الله يسلمك تخبر مرهون وتسلم عليه. حي ابو. تصلح الهاتف النقال الا في هذا المحل المشوم. وانا ايش اللي دراني؟ ايش اللي دراني ان هي كانت اللي واقفه هناك؟ انت تعرف ايش يسمى هذا يا خليل؟ هذا يسمى غباء. نصب. خلاص سمعتنا في السوق انكشفت، وزمانها محلات تصليح الهواتف النقاله خبرت بعضها البعض عن امرنا. يعني خلاص يا خليل، خلاص سمعتنا صارت سيئه.
والشيء الثاني والأهم إن أنا ما رايي مخطب هذه البنت. ضيعت مستقبلي، الله يضيع مستقبلك. دوكم دوكم اللي يسمعك يقول خلاص البنت موافقة على الزواج منك. لا عجب، موافقة بالزواج منك أنت؟ أنا لازم أنقذ هذا الموقف من جديد. اندين اندين حمدان، انت ليش الحين تعذب علي؟ حلقتني عذبتني، حاط لي اندين ولدين 120 مره جلس تشرب هالقهوه بغيتك تدخل في الموضوع، ما دخلت والله. حاط لي اندين قاسلوك لسانك، تكلم قول ما عندك. شوي 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 علي حمدان، شوي شوي. انت قولت مره ودك كل على المربوطه، انا بعد من حد الحين ما قلت لك شيء. انت قولك ليش واقف؟ تستريح وقعد طيق الارض. كيف عرفت ان انا واقف؟ بالخبره يا حمدان، بالخبره. انا خبرتي في هذا المجال لا تقل عن 58 سنه. ايه بالخبره حمدان. اسمعني زين شعبان، اسمعني زين، إذا عندك شغل وعندك موضوع تكلم قول، ما عندك طلع من المكتب. هلكني عذبت أنت؟ أقول حمدان، قول. مكتبكم هذين يقدم جميع الخدمات العقارية؟ دخلت في الموضوع، دخلت في الموضوع. ترى هو ذي الموضوع هو. نعم يا شعبان، نعم، مكتبنا يقدم كل الخدمات العقارية. يعني مثلا عندك أرض باغي تبيعها، عندك بيت باغي تأجره، عندك أراضي، عندك بيوت باغي تستثمرها، هاي كلها موجودة. ولا باغي تستأجر شقق فندقية مع المساعدة؟ ها؟ نابا. إيه؟ حد نابا يستأجر شقق بالساعة؟ ماكو؟ لا ولا الحلال، لا. لا عندي بيت حل أجار ولا عندي أرض حل بيع. ولا قوة إلا بالله. إذا مو عندك أنت تتكلم قول. عن طريق مكتبكم هذا أباكم تساعدوني على الزواج من الخارج. إيش؟ وبالمواصفات اللي أنا أحددها. ما فهمت، يعني إيش هي هذه المواصفات اللي تبغاها في زوجة المستقبل مثلا؟ يعني أول وقبل كل شيء، هي أبا كل الصبغ اللي فيها يكون أصلي 100%. 100%. أها. والعين عاد العيون طبيعية. هي. كل عين أباها يكون كبر عليه كبر برجل القبولي. آه ما مسوي لها عدس، ما بلزق بعدس. عدس؟ قصدك بيكون عدسات شعبان، عدسات؟ هو ذي، أي الكلمة ذي عدسات. هي. ولا الشعر عاد يا حمدان. أباها يكون الشعر مرة مسلسل. مسلسل؟ أها مسلسل، بيكون متسلسل. زين هو ذا متسلسل يعني طويل حريري. وبعدين يا شعبان وبعدين؟ بعدين الله يسلمك لا أريدها بالبتينة البدينة. لا إله إلا الله. ها؟ ولا أريدها يعني في الحقيقة والواقع بالضعيفة السقيمة وكأنها حبة صيمة. حبة صيمة. أريدها وسط، وخير الأمور يا حمدان أوسطها. يا شعبان قلت لك 100 مرة إن هذه المواصفات ما تنطبق عليك أنت. يا حمدان، علشان توصل لقلبي لازم تمر كل مرة ترنزيت في معدتي. رنزيت؟ وتعبي لي بطني دين ما دين، خليكي منتفخ يعني. لأن القلب عندي يا حمدان ما سهل، يعني ما كل واحد يوصل له بهذه السهولة. صحيح. وانت عارف يعني، وانا بصراحة يعني حمدان فيني كل المواصفات. نعم، اللي تأهلني على زواج من الخارج. واول مؤهل شوفك شوفك شوفك. ما شاء الله ما شاء الله، جمال شوفت عينك يعني. الحمد لله. مفهوم 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 مفهوم. ما دام انه مفهوم يا حمدان، ايش قلت يعني مكتبكم هذا قادر يعني يلبي هذه الطلبات؟ قادر قادر. ممكن اخلي هذا الطلب Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام حمدان أبوي. الدنيا حظوظ. كيف ما بتحضروا ملكتي؟ السلام عليكم. شعبان عصاك بتكفرنا شوي شوي. شو العصاك منك؟ اقول قول ابوي قول. اشوف القرعيات من صالح خليفه ايه؟ هو اللي فاز بثريا، اما نحن بقينا في الثرى. مو نسوي شعبان اخوي، مو نسوي، ترى الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ. اذا ما نسيت ثريا شكل الخبز في بيت خليفه ولا بكون انا شعبان؟ نعم ولا خليفه هذا من كان يباه؟ هذا ظل سنين طويله لغايه ما تزوج رضيه، لو مع هذا بعد طلقها غصبا عنه، لا وبغلطه منه، وبكره بيطلقها ثريا مثل ما طلق رضيه. هي يا رضيه خير ان شاء الله. يلا يلا يا اخوني يا مالك شعبان مالك بقى. هذا حرقني حرقني مو شواب قام ينافخ. ايش فيك يوم سمعت اسم رضيه قمت تنافخ كيسر حت منافختك اسد من سرعه الريح؟ ايش فيك؟ خير ان شاء الله. ايش حصل؟ ما فيني شيء، ما فيني شيء يا شعبان، خير ان شاء الله. الواحد يعني ما يتنفس. تبغاني اموت ولا كيف؟ لا يا ابوي لا، ما باك تموت روحي، ولا قلت لك لا تتنفس، لكن تنفسك كذا ما طبيعي، وراها شيء. اقول يمكن يعني يكون قلبك تابعنها ولا شيء نوبه. شعبان انت خلي عنك السؤال فايه، لا تدخل في الامور الخاصه. لكن قول لي شعبان. نعم. قول انت ليش باغي تتزوج من الخارج؟ ما لقيت واحد من الداخل، قلت عاد بمشي اتزوج من الخارج. اقول حمدان. هاك حمدان، هناك حمدان. تابع تابع او حمدان حيتك حمدان. ايه انت بعدك مصر ترابعني نتزوج من الخارج ولا غيرت رايك يعني عن الموضوع؟ اسمع شعبان بقى. انا مصر اني اتزوج، لكن ما اتزوج من الخارج. انا اتزوج من الداخل من هنا. ما من الخارج. يمكن عيل ابوي نقد خدماتك عند ثريا لوحده ثانيه. يعني يمكن مدحر عينك على وحده جديده. او شعبان. آه. انا اذا كان لي حظ اتزوج، ما لي حظ جالس مكاني. اي نعم نعم، مثل ما يقولوا ترى الدنيا حظوظ، جالس لوق لسانك دك. متى يا رضية؟ متى يجمعنا هذا البيت مع بعض؟ متى؟ سعود مسافر 4 سنوات، هذه الفترة نقدر نعيش هنا مع بعض؟ وأنا بعدين أقدر أدبر نفسي. بس عسى عسى رضية توافق تتزوجني، عسى. بس أنا لازم أخطط من الحين لهذا الموضوع، لازم. غدا غدا نلقاك غدا. إيش هذا؟ فطور؟ يا الله حمدي، أضربت لي ذيك السبح الغاوي الممتازة ودفيت جسمي بهذا الغاوي. ولابس الطربان مالي؟ اسمح لي عمي مرهون، ما في حد أحسن من حد. أسميك إنك ما ختمت هزي. كل شيء في هذه الدنيا قسمه نصيب. نعم، وياما قالوا الناس إن الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ. دخلي يا بنتي دخلي. با با
نعم يا بنتي نعم. أنت المفروض تكون فرحان كما أنا تو فرحانة يوم الزوجة تريوزيك. يا ما قلت لك با إن هذه تقص عليك وتاكل غوازيك، كأنك أنت ما صدقتني. كلامي صحيح يا بنتي، أنا ما صدقتش. لكن إيش أسوي يا بنتي؟ إيش أسوي؟ أنا كل ما أشوف قدامي ما أشوف إلا ثريا، ويوم يجي سيرة المستقبل اللي أنا عايش علشانه ما أشوف إلا ثريا يا بنتي. با؟ أنت مو باغي تقول؟ بغى أقول يا بنتي إن كل شيء راح، مستقبلي راح يا رحمة راح. باتوا أنت تقول هذيك ثريوه مستقبلك أنت؟ لا يا بنتي لا، ثريا هذه بتكون الماضي إن شاء الله. با؟ يعني أنت مو باغي تتزوج؟ ولا تشوفيني شيبة قدامي شيبة؟ مادام هذاك شعبان جالس يفكر في مستقبله، ليش تحرميني أنا من التفكير في مستقبلي ليش؟ وبعدين يا بنتي أنا باغي أنتقم لكرامتي منهم كلهم، من ثريا ومن ذاك اللي يسمى خليفة ومني أنا شخصيا. باهي الرايح؟ رايح عند أخوي مرهون، هو هذاك اللي ساعدني بصدق. نعم عمي مرهون، ما حد في البيت، أنا تو يوم داخلة شايفت إنه خرج برا. تونا داخلين مع بعض وحيطلع؟ وبعدين مرهون ما من عواده يطلع في هذا الوقت. تفضل والد. دخل انت وانا بثير مشوار وبرد. وين بتروح الحين الوالد؟ بصير اشوف زوجتي ثريا عمتك. لا يا ابوي لا تروح الحين، انا اخاف عليك من خليل يسوي فيك شيء. خليل ما جاي يسوي شيء، خليل الحين مكسور حتى ما يقدر يشوف وجهي، يعني ما يقدر يرفع راسه. دخل انت دخل. لا يا ابوي لا، ما تروح بروحك، انا بروح معك. انا وبعدني مو قالوا لك جاهل وامو؟ دخل انت يلا، دخل 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 يلا. خليل خليل يا ولدي افتح الباب. خليل انا ما سويت كل هذا الا علشان احميك من السجن. خليني لوحدي لوحدي ارجوك يا امي ارجوك. لا ما اخليك ولا تخلى عني، اصلا انت غالي علي يا خليل، غالي علي. غالي غالي وتروحي تتزوجي خليفه؟ على الاقل عمي حمدان كان ارحم. حمدان خذلنا وتخلى عنا، وخليفة خبيث، قلت بلحظة يدخلك السجن، وزواجي منه كان بسبب الخوف عليك. اسمع كلامي، اسمع الكلام وتعال ولعن إبليس، تعال نتعشى. اسمع الكلام. ماري 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 أرجوك خليني لوحدي. انت الحين صرت زوجتي يا ثريا، واذا لين باكر ما جيت البيت بجيبش عن طريق المحكمة. خليفة ما يبيع بخسارة. اسمع اسمعني زين، انا اللي فايز وانا اللي خليت الجائزة، واسمعني زين مرة ثانية، يانا وياك تطب قدام هذا الباب، سمعت؟ تريد شيء ولا تطالب هالشيء؟ تكلم
زوجها اللي هو انا. من زوجي يا زوجي كذاك ابغاك. انت زوجي اقرب اسمع يا زوجي قول حال حرمه تجيب التليفون اللي عندها تجيبه وتدفع الحساب اللي عليها بس ما شغل ما نطالب شيء ما حقنا بس شعبان لحظه شوي لحظه شعبان هاي زوجي هاي زوجي لكن مو نقول ابوي ترى الدنيا حظوظ. أنا ما سرقت الجمعية أنا ما سوي مثل ما سوي غيري أنت بعد دورك ما جي ليش مستعجل لا 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 الجمعية ما سرقت أقولكم ما حد سرقها لا أنا ما حرامية ما حرامية أقولكم أنا ما أخذ فوائد ما أخذ أنا أسوي هذا الشيء لله أصيلة أصيلة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله واحد يلا واحد يلا يا أصيلة واحد يلا خير مالك مستوى خير إن شاء الله ها رأيت فيما يرى النائم إن الجمعية سرقت ها وغيابي الجمعية سرقت وغيابي 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 أنت تحلمين يا أصيل هذا حلم ما تكوني رأيته فيما يرى النائم معناته حلم هذا كل اللي صار لك حلم يا أصيلة ولا الجمعية لا سرقت ولا شيء كذا دائما أحيانا تحصل مع النائم خوف إنها تنسرق وضيعنا معاها قومي روحي غرفتش أكيد ماجد واصل من ساعة أنتي الحين خوفتيني أكثر ليش يا بنتي اتكلي على الله واللي يريده سبحانه وتعالى هو اللي بيصير أنتي تخاف من خالتي ثريا قبل لا تجيني أنا لازم الحين أصر على ماجد يشتري لنا أرض ويبنيها ليش يا بنتي أنتي نسيتي إن إحنا عندنا بيت وما حد قادر يطردنا منه لا تخاف لا تخافي يا بنتي هذا أكيد ماجد أنا آسفة ماجد ما كنت أعرف إنك واصل أنا عمري ما منعتك عن أمك يا زهرة وخالتي سعادة هذه مثل أمي لكني كزوجي لحق مثل ما لأمك حق أنا أسف مرة ثانية بس ذكري زين إن الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده معقولة؟ معقول هذا اللي جالس يتكلم قدامي هو ماجد؟ أنا ما قدر أصدق صدقي يا زهرة صدقي طالما انت جالسه 24 ساعه عند امك حتى ولو انا موجود في البيت فراح اتكلم كذي واكثر انا ما توقعت انك ممكن تتغير بهذه السرعه انا اسف يا زهره لكنك انت ما قادره تفرقي بين وضعك قبل الزواج وبعد الزواج ارجوك يا زهره لا تخلي هذا الموضوع يكبر بيننا وبايدك انت تشوفي له حل Sí.
حسين هين سير هالوقت؟ برجع لكم فلوسكم، أنا ما سرقت الجمعية، برجعهن ما سرقتها، لا تودوني الشرطة، ما تودوني الشرطة، ودوني مرهون مرهون مرهون، تعال ساعدني مرهون مرهون، تعال ساعدني مرهون. ايش هذا يا اصيل الاخبطين الله يهديك، انا مرهون الظاهر انت في وزارتك مشوطه، انتبه لروحك يا اصيل، انتبه لنفسك، هي سايره في هالوقت تحت نص الليل، هي سايره الله يهديك. انا تعبانه يا مرهون تعبانه، ورطتني للجمعيه، انا ما عارفه ايش اسوي، لا قادره انا ولا قادرة أجلس ولا قادرة أسوي شيء. والله إني حاسفك، والله حاسفك يا أصيلة، كان إيش أسوي؟ ما بيدي شيء أسوي فيه، ما بيدي شيء أسوي. عقب قرب. قرب إيش؟ قرب اليوم اللي كتبوا في الجرايد ليلة القبض على أصيلة. زين ومتى موعد استلام أول مشترك؟ متى يستلم؟ بكرة. بكرة؟ عشان كذا انا ما عارفه ايش اسوي، ما عارفه ايش تسوي بعد يا اصيله، انت ما اول وحده ولا اخر وحده تسوي كذا، غيرك اخس منك، تعالي ابوي نامي نامي وخلي على الله، تعالي تعالي كيفك يا نام، ومن عز النوم بيسرقني عز النوم بيسرقك وبيسرقك، ابوي ما حد بيسرق، تعالي ترى السهر ما بيحل مشكله، لا سرقك ولا يسراني، تعالي جلسي تعالي، ولا حتى النوم بيحل المشكلة، أنا في ورطة يا مرهون، أنا في ورطة. حسين عارف أنا مو أسوي، أسروك ولا يسروني، ما إيش عرفني؟ أبغى فلوسي. إيش قلت يا سعيد؟ قلت أبغى فلوسي يا أم نصيب، خلاص ما في بابا يحرص أكثر عن كذا. إيه بس أنت يعني عارف إن دورك بعده بعيد يعني. وأنت من قالش أنا ننتظر دوري؟ أنا أريد فلوسي اللي دفعتها وبس. أنا قلت لش أن عندي مشاكل وظروف وما أقدر أستمر أشارك معاكم في الجمعية، عشان كذاك أريدكم تعطوني فلوسي اللي دفعتها وبس. أنت تعرف يا سعيد أن الفلوس اللي عندي للناس اللي واصل عندهم الدور، وأنت لما يجي دورك تأخذ فلوسك بالكامل. أنا قلت لش ما أقدر أنتظر دور المجهول متى يجي، هذا أصلا إذا جاء، وأنا عارف الحين أنه أغلب الجمعيات فيها مشاكل، قلت ألحق على نفسي قبل لا أدخل في متاهات أنا في غنى عنها. اسمع يا سعيد، أنت تعرف أن أنا حاليا ما عندي فلوس، إذا بغيت تنتظر أهلا وسهلا، ما بغيت الله انكحر. هش أنا حر، هذا معناته أن الجمعية سرقت وفلوسنا غابت. الجمعية سرقت يا ناس، الجمعية سرقت. من قالك أن الجمعية سرقت؟ خالتي أصيلة تقول لك انتظر دورك. أنا ما صم، سمعت إيش خالتش قالت، وعاد أنت ما تقول عليش أنش ترجمي سعيد. نعم اسمعني يا سعيد، اطلع برا على المكتب ولا تجلس تسوي ربشة. لو طلعت برا على المكتب بطلع على طول مركز الشرطة اشكي عليش. كيف؟ يعني انت تحددني؟ صراحة من غير لا لا ولا دوران. ايوه. ها؟ ودخولها ايوه؟ ايوه. عندي شيلين العصر، يا اني ترجعي الفلوس اللي خطيها، يا اني اشتكي عليش. سمعتيني يا خالتي؟ خالتي
ايش فيش يا خالتي؟ راسي خالتي ايش فيش؟ راسي دبابيس دبابيس ما فيش للعافيه يا خالتي، ما فيش للعافيه، قلتي استريحي قلتي. راسي بينفجر راسي راسي بينفجر راسي عورتني خالتي. اي حاضر يا محمد حاضر، رفع علي بس انت بس اعطينا كمين يوم فرصه بس، وان شاء الله الارض بتنباع ما يهمك انا بخلصها، واللي تريدين ان شاء الله بيصير رفع علي بس انت. ها لا لا بس كها يومين ثلاث، احنا شيء ما نخلي وايد، مره نصرفها زباين كثير احنا. نعم حاضري ولا يهمك ان شاء الله. يا الله احسنتي، مع السلامه. احسنتي احسنتي. محمد مسكينه مستعجل على الارض، لكن ما عليه الحين بعد مستعجلين على العموله. نعم ايش فيها؟ اي اي راسي. سلامتك يا اصيله، سلامتك يا منصيب، ان شاء الله ما تشوفي شر ان شاء الله. اي راسي راسي يا مرهون، راسي بينفجر يا مرهون، راسي الدبوس ما راضي يطلع منه يا مرهون. دبوس؟ دبوس في راسك؟ ما معقول؟ طبعا ما معقول، لأنه ما في راسك انت، في راسي انا، انت ما تحج سبه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اصيله ما فيش الا العافيه يا ام نصيب، ما فيش الا العافيه. هذا شوية صداع وبيزول. بيزول؟ من هين بيزول؟ من هين؟ أنا مالي ومال ذي الجمعيات، أنا مالي ومال ذي الهم والغم. من ندم؟ آه يا الندم، وياه من ندم. ما شاف فايدته في الندم، ما شاف فايدته، والناس تبغى فلوسه، طالبني يا ما حلنا. بسألك سؤال، أنتِ أنتِ مين شار عليك بهالشهور هالدنيرة هذا؟ وتدخلي نفسك بمشاكل وبلاوي، من قال لك تسوي جمعية؟ من هاي البغام اللي خبرت وقال لي اسوي جمعيه؟ من؟ توعاد استوى بغام، توعاد استوى بليه. الجمعيه كانت تمشي زين زين. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، لولا انك انت خضيت سلفه منها، وجا ولدك وخذ سلفه منها، وجا اخوك ذاك الاس الثاني وخذ سلفه منها، كان ما صار هذا حالنا. ولا واحد منكم دفع، ولا واحد منكم. ايش يعني تبغى يقولوا الناس عني؟ انا ما من النوع اللي ابدي اهلي على الناس، لا، انا قصدي بس اساعدكم. حتى هذلاك الناس بعد كان قصدهم يساعدوا الناس، ما ينصبوا عليهم، وان كان بعضهم قصدهم سيء من البدايه. انا قاعد ما نتكلم عنهم هم وضميرهم، انا قاعد الله حاسبهم عاد. ايه ها اشوف سكتي، كان الصداع خف يكون شويه. من هين يخف؟ من هين يخف والناس بعد يطالبني بفلوسها؟ من هين؟ ها ردينا على اسطوانه هاي مره ثانيه يا اصيل، الله يهدي. خلا 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 اوديك المركز، مركز صحي، يمكن يرمون جبره ولا شيء. خلا خلا يمكن اذا حصلنا بعد طبيب متخصص هناك ولا شيء. يلا خلا 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 خلا. انا ما اروح مكان، انا جالسه هنا مكاني، هين طبيب متخصص؟ انا ابوي هذا بس ماذني ذا الصداع هذا، نعم ذا الدبوس وما راضي يطلع من راسي. حاول ولا قوه. يعني مرات انا ما حد يجيب لي صداع الراس غير صوت مطر، هاي المسمار اللي يخلط راسي هو صوت مطر. يعني مرهون؟ يعني مرهون؟ ايش عندك يا صوت البوم؟ ايش عندك انت بعد؟ صوت البوم؟ خالي زاد بعدني يا ابن لك شاري وتقول لي صوت البوم؟ شاري يا بطل؟ لا انا قصدي مطر، قصدي اقول ليش ما تنزل البوم؟ شريط اغاني يعني؟ ده صوتك احلى من اصوات كثيره. البوم ما بوم، البوم سوي لك البوم. البوم والله زين اسوي البوم. ايه صح عمي، حصلت لك شاري يريد قطعة أرض سكنية بمساحة كبيرة، وأنا حاضر بعد. عفا عليك. مرهون خف الصداع، لكن الدبوس بعده يطعني. بيروح بيروح يا أصيلة بيروح، وإحنا بعد بنروح. يلا نصير نشوف المشتري هذا. يلا 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 مطر يلا. الله يجازي، الله يجازيني، كان مالي أنا ومال هذه الجمعيات. آه يا الندم. هذه الأرض نحفظها لها. كيف ها؟ مرة الخدمات هني واصلة، ما ناقص هي البر. جو ومستقبل وحياة سعيدة مطر. نعم خلنا نتفاهم مع الأخبار هون بنفسي. والله لو تكلمت زيادة لا سكنك في وادي ولا فوق قمة جبل، وحرمك من الخدمات.
انطم اسكت ولا كلمة. تكلم الأخ فاضل تكلم. أنا ما مختلف معك على الموقع يا مرهون، بالعكس أنت تقول إن الموقع جميل وفيه مستقبل كبير، لكن المبلغ شوية غالي. من قالك غالي؟ من قالك؟ أنت على شوفة عينك، الأرض ما شاء الله واسعة وسعرها بصراحة مناسب. اللي قاله الحين مطر صحيح، لكن وش طم بس لا تكلم مرة ثانية. اسمعني يا أخ فاضل، أنا لو عندي فلوس ما فوتها الأرض. نعم أنت ما تحصلها السعر في السوق، ما تحصلها. صحيح طبعا. سمعت أصل الحرمة مضطرة تبيع لأنها محتاجة شوية فلوس، ولا فكرة البيع هذه ما جاي في راسها أبدا. ومثل ما قال الشاعر مبارك صاحب محطة البنزين، الفرصة ما تجي إلا مرة واحدة. اغتنم فرصتك مع مكتب الشقيقان لخدمات العقارية. أنا حاس فيك إنك تريد تخدمني يا مرهون. وهل في ذلك أدنى شك؟ انزين إيش رأيك تخلينا أتفاوض مع صاحبة الأرض بنفسي، وأنا ترى هذه فلوس جاهزة. الحين هذيل إيش سالفتهم؟ كل واحد منهم يريد يتفاوض مع صاحب الأرض، ونحن أصحاب المكتب يريد يطلعونا في الفاضي، وهذا أبو كرش استوى مثلهم بعد. أشوفك تفكر، إن شاء الله ما يكون موضوع صعب ولا ثقيل عليك. لا لا أبداً، لا أبداً، ما ثقيل ولا صعب أبداً. إحنا المكتب الوحيد اللي نخلي الشخص يتفاوض مع صاحب العقار. زين يلا يلا تفضل الأخ فاضل، بنسير المكتب وبنتصل بصاحبة الأرض وتفاوض معها. يلا 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 يا أحلى مرهون. أحلى مرهون، أسميك إنك ختمتها زين. إيش أقول لك بس يا أخ فاضل، الحاجة هي اللي خلتني أنا أبيع الأرض، وكما يقول المثل ذخرتك لا لك. صحيح صحيح، بس المبلغ اللي طلبتيه في الأرض غالي شوي. لا غالي ولا شيء، حتى الكلام نصير، لأنه هو يعرف الأسعار الحقيقية في السوق. مالك تشوف عليك ذا؟ لا لا ماشي ماشي، كملي كلامك. كملي كملي محمد كملي. واحد من ولادي يريد يتزوج، والثاني يدرس في الخارج ومحتاج فلوس، وتعرف انت المصاريف هذه الايام كثيرة، والدخل ترى هو ما تغير. سلامتك 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 يا محمد. هي هذه الاسباب وغيرها من الاسباب اللي خلتني انا ابيع الارض. نعم ايش ازيدش؟ الله يهديك يا محمد، علامك الله يهديك. الريال اللي دفع لك المبلغ الاخ فاضل 16000 زين ترى زين، بعد لا تنسين بيدفع على الاسكان وعمولة المكتب. لا عمولة المكتب على البايع؟ الظاهر انه بس خلاص ما شاء نصيب في البيعة. اقول مرهون نعم خلاص يا محمد خلاص، الأخ فاضل يريد الأرض نعم وبالسعر اللي تحددينه. ضيع الفرصة مني، ضيع الفرصة والله. عند عقل احسب انه مش عقل تجيبون حيلك تبون شيء. خلاص يا محمد اعتبر البيعة تامة، وانا اليوم العصر رايح اجيب فلوسي بالكامل. اليوم العصر حالمه، سير الحين وجيب الفلوس وانا انتظرك في المكتب. كلامه صحيح، تو راح اضيع الفرصة تو صحيح وتو رايح عن البنك الحين. تفضل. مبروك يا عمي فاضل مبروك. خرخش معك خرخشة خرخشة. أثاريك ممثلة بارحة يا أصيلة أنت؟ منتاجة؟ أسويت ما قصرت العب. منك نيمة. هو عليك. مبروك مبروك. علي مرهون. خلا تأخرنا بتبرع مشوارنا. بعدين 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 بسير مشوارا بعدين. سير انت الحين سير، لا تحير. ما سير انت الحين سير سير. اي مشوار مرهون؟ انا عايل وحده. ها لا قصدي ارض ارض.
أرض معين أرض ثانية هناك أرض ثانية هي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله محمد، كيف الحال؟ الله يسلمك. والله ايش اقول لك يا ام محمد، الارض ما جابت اكثر من 14,000. نعم، حاولنا ماشي. ها؟ لا لا لا، المشتري جاهز فلوسه بجيبه. نعم، اسمع انت. ها؟ لكن عاد شيء واحد، ما رضى يدفع العموله كامله. اسوينا سد يا سنه، النص عليك والنص عليه. انت عليك الاسكان وهو على عموله المكتب. ها؟ لا لا، طبعا السعر مناسب. فين بتحصلين كلام جديد؟ ما تحصلين والله العظيم. ها؟ لا لا، معلوم. لا ان شاء الله، انا ترى التوكيل معي. ايه، بستلم من الفلوس وبجيبهن لغايه عندك. نعم، مره بيجي كاملات. ولا يهمك ابو علي، دائما احب الخدمه. هالشقيقان دائما خدمه الزباين ان شاء الله. الله يسلمك حياتي يا حسنتي. يلا مع السلامه. مع السلامه. ها، ايش رايك باللي سويته يا مرهون؟ ما يحتاج، تعال مسكتك. اسمك انك خدمتيها زين. زين، اقول لك انا كم اللي في البيعه هذه؟ نصيبي كم يعني؟ يلا 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 يلا. يا الله، الدبوس كان بيطعني في راسي يا اصيله. ها؟ دبوس.